زامل حاول يمرر محاولة اتفاقية داخل منطقة الجزاء. ركلة جزاء، ركلة جزاء، خليل جلال يحتسب ركلة الجزاء الثالثة في مباراة اليوم. وقلنا هو يوم للمؤجلات، يوم لركلات الجزاء، اليوم اليوم العالمي هنا في الدوري السعودي لركلات الجزاء. وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على عمر هوساوي. خلاص اللي الساعة قفلت على 90 وبدأنا في الوقت الأربع دقائق، لكن ركلة جزاء الاتفاق جونيور، ركلة جزاء، جول جول أول الاتفاق. نعم جاء في وقت يعني خلاص المباراة على نهايتها، جاء في الوقت الضائع، جاء بعد فوات الأوان ركلة الجزاء للاتفاق. ثلاث ركلات جزاء احتسبت في مباراة اليوم، ركلتين جزاء للنصر، ركلة للاتفاق. تحولات غريبة ونقلات كانت غريبة.